خد فلوسك يا بيه، انا مش شحات. ظروف 23 يا جماعه يمكن تكون محتاجه مننا ان احنا نبذل جهد اكتر من 2022. المهمه طلعت كبيره قوي عليا وام بهواها، مش عارف اعمل ايه، انصحني. بس افرض السيسي شو بيعمل ايه؟ من زراعات لصناعات لتكنولوجيا يعني اعمل ايه؟ عايز الناس زي ما بتشوف كده تودي ناسها الناحيه الثانيه وتشوف كده. ايه ده بقى ان شاء الله؟ بقول للناس وبقول لنفسي وبنقول للدنيا كلها في مصر، لو سمحتم السنه دي اكتر شويه، لان زي ما انتم شايفين الازمه اللي احنا بنتكلم عليها ازمه كبيره قوي قوي. انا سمعتك، اعمل ايه بقى؟ يعني انتوا هتستحملوا سنه كمان، سنه كمان. لو انت اذا لم تكن لي والزمان شرم برم فلا خير فيك والزمان ترللي. يا عم هي ناقصه شعر، ما انت مش عارف لوحدك، هو ناقصه شعر ولا ناقصه خانقتك؟ ما ينفعش اقول كده، بس بقول انا كل واحد فينا بيتعرض لمشاكل او ازمات، يعني فانا لما يكون عندي مشكله او ازمه مثلا اتحلت الحمد لله، ما اتحلتش خلاص يا رب. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. انا عملت اللي عليا، الملف عندك خلاص روح. انا للمره الثانيه هقول اوعى تربط اللي في جيبك بأسعار السوق أو سعر الشيء. سعر الشيء محسوبوش مادي، غلط. والله يا أستاذ حلمي بكرة، أنا بحب ألحان حضرتك جدا وحافظها كلها على ظهر قلب. والمليان يكب على الفاضي، بمعنى إيه؟ أنا كان عليا والله هقول تعبير صعب جدا، إنه السنة دي المسؤولية على الناس اللي معاها أكتر من المسؤولية على الناس اللي معاها أقل. والله العظيم أنا لو أنفع أتباع لأتباع. 24 مليون 15 ألف جنيه، ايه خبر ايه؟ وانا خايف وقلقان وعمال اقول يا عم قلقان ليه؟ قلقان ليه؟ ده انا هموت. ده خلاني اقول يا جماعه يبدو اننا يجب ان نسال اولا قبل ان نسال المخزون القمح والسكر والشاي والزيت. يا جماعه احنا شايل عروسه بقاش تاك، نسال عن مخزون الرضا. احنا فعلا اللي بينقصنا هو مخزون الرضا. انت مش عايش برضا، الحاجه غاليه عليك. برافو عليك. الحاجة غالية عليك وبتغلى. طب والنبي انت قلقان ليه؟ طب والنبي المواطن والمواطنة، اهو انا بكلمكم اهو، بكلم الناس يعني اهلي يعني. طب انتوا قلقانين ليه؟ ايه بقيت بقرة؟ لا فهمت. بس بجد يا جماعة يعني اقفوا جنب البلد، يعني بنطلب من الدولة، بنطلب من الدولة صفوا جنب البلد، بلد وقفت جنبكم كتير. مات ايه يا فندم؟ مات ايه؟ ما تتضايقش، ادفع بقى. البلد وقفت جنبكم كتير. في جنبك؟ لا لا بقصدش، انا ما ابسطها لك، بقوله عشان بلدي بحلم، عايز اغير حياه الناس واغير حياه الناس بفكره. جه الوقت ان رغيف العيش ابو 5 ساغ ده يزيد 8. نقول له انا هزود عليك التذكره جنيه، يقول لك انا غلبان مش قادر. صحيح، وانا كمان غلبان مش قادر. بايه؟ بفكره. على فكره فكره حلوه. اللي درجه زمان في اول الرئيس ما بدا في التنميه و و و انا يعني عايش بكلمتين الحلوين بتوعكم. نعمل حبيبنا حبيبنا يا طلال، ربنا يزيدك الله يعينك. فقلت جمله عض قلبي ولا تعض رغيفي، ورجعت بعد كده شرحتها. هقول لك ليه، استنى بس. شرحتها ان لازم قلبي يتعض علشان رغيفي يكبر. هقولها تاني مره، انا قلتها اول مره الواحد دماغه عامله زي البطاطايه، وانت التانيه فوق هعضك انت حر. خمسه بالحب على الحرام من دينها زعلة.